ومعنا في الاستوديو للتعليق على هذا الموضوع استشاري العلاقات الدولية الدكتور أحمد عامر. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. لنقاش هذا الموضوع ربما نبدأ بقرار المحكمة البريطانية العليا التي أبطلت قرار تعليق مهام البرلمان. كيف تصفون هذا القرار، قرار المحكمة؟ ابتداءً نشكركم للاستضافة وأشكر القائمين على قناة الرافدين وجمهور الرافدين. هذا قرار فريد وقرار قوي وقرار استثنائي، ولأول مرة نرى في بريطانيا هذه القوة من المحكمة لقرار أصدرته الملكة، لتقف المحكمة وتقول لا للسيد رئيس الوزراء، أعلى سلطة تنفيذية في البلد وتشريعية، وللسيدة الملكة. فأقول هذا قرار قوي جدا، لذلك رحب به طبعا البرلمان، رحب به رئيس البرلمان، رحب به الشارع البريطاني. وهنا يرى في بريطانيا أن القضاء هو السلطة مستقل. العليا وقضاء مستقل، وهو السلطة العليا فوق الجميع. وهذا أيضا إن كان لشيء فهو تقديرا أيضا لملكة بريطانيا التي سمعت للبرلمان والرئيس الوزراء، ثم لما جاء قرار المحكمة سمعت لقرار المحكمة واستجابت له، واستجاب له البرلمان البريطاني. فأنا أقول هذا شيء راقي جدا أن تكون المحكمة قرارها نافذ، حتى على الملكة، حتى على رئيس الوزراء، حتى على الجميع. يعني دكتور، هذا بلا شك ما تفضلتم ألقى بظلاله على الشارع البريطاني، وهناك أصبح ترحيب واضح. هل يكشف هذا إنجاز التعبير تدليس جونسون الذي يقوم به؟ يعني اللي تفضلتم به هذا يقال يقال داخل البرلمان، يقال من السيد جيرمي كوربن رئيس المعارضة. نعم. يقال من الإعلام البريطاني. السيد رئيس الوزراء يقول لا، يقول أنا لم أدلس، أنا قلت الحقيقة وقلت ما عندي. لكن طبعا زعيم المعارضة السيد جيرمي كوربن، نعم، وكثير من البرلمانيين أيضا، ليسوا أيضا من العمال، كثير من الإعلام البريطاني يقول للسيد رئيس الوزراء الصورة التي أنت قدمتها للملكة لم تكن صحيحة، لذلك المحكمة حكمت ضد ما قمت أنت به، إذن أنت قلت للملكة ما كان ينبغي ألا يقال. هل هذا يعني أنه هناك إمكانية لاستقالة جونسون أو استقالة حكومته؟ هذا سؤال صعب، وسؤال صعب جدا. لماذا؟ لأن الواقع البريطاني، واقع البرلمان البريطاني بين العمال والمحافظين، لا يوجد هذا الثقل الكبير ولا عدد الأصوات الكبيرة. أولا التصويت الذي سحب صلاحيات بوريس من الخروج من الاتحاد الأوروبي كان بانسحاب بعض أعضاء حزب المحافظين ووقفهم مع المعارضة، لكن هؤلاء الذين انسحبوا من أجل هذا القرار هل سيقفوا مع المعارضة لسحب الثقة من السيد رئيس الوزراء؟ هذا شيء آخر، لأنه انسحبت الثقة من رئيس الوزراء ودخلنا إلى الانتخابات مبكرة كما يقول السيد جيرمي، هل سينجح حزب المحافظين مرة ثانية؟ فهل أعضاء حزب المحافظين حريصين لدخول هذه المعركة؟ هذه المعركة ليست سهلة بالنسبة للطرفين، وغير محسوبة العواقب بالنسبة للطرفين، بالنسبة للعمال وبالنسبة للمحافظين. نعم. يعني دكتور، هل ترى بهذه الحالة أن، يعني على ذكر الانتخابات المبكرة ودعوة جيرمي كوربن لانتخابات مبكرة، هل أن حزب العمال مستعد فعلا لهذه الانتخابات؟ وإلا لماذا يدعو الانتخابات مبكرة؟ هو يدعو الانتخابات مبكرة، أنا أبدأ بالشق الأخير. نعم. هو يدعو الانتخابات مبكرة منذ أن كانت تريزا مي رئيسة الوزراء، وكان يقف أمامها ويقول لها استقيلي، لابد أن تخرجي، لابد أن ندعو الانتخابات مبكرة. وهو يدري، جزء الأول من السؤال، وهو يدري أن الأمر صعب. الأمر صعب جدا بالنسبة جيرمي كوربين يواجه مشكلة داخل حزب العمال فعلا. حاولوا أن يسقطوه مرارا لأكثر من شيء. كبير السن، قالوا عليه كبير السن، قالوا عليه يساري ومن أقصى اليسار، قالوا عليه عدو للجالية اليهودية وعنده أفكار، صديق للفلسطينيين وزار فلسطين مرارا، رئيس منظمة ضد الحرب لسنين طويلة، فعليه هجوم. لولا أن كل مرة في التصويت داخل حزب العمال يرجع ويتجاوز وبدرجة قوية ويمر ويبقى رئيسا للحزب. توجد إشكالية، هل الشارع البريطاني مستعد أن ينتخب رئيسا للوزراء يساري التوجه ومن أقصى يسار اليسار أيضا؟ هل مستعد ينتخب رئيس وزراء صديق لفلسطين، صديق
للإثنيك مانوريتي اللي هم الأقليات وما إلى ذلك، في إشكالية. في نفس الوقت أيضا الشارع لا أظن أنه سينتخب بوريس مرة أخرى. فإذا بوريس الشارع لا يريده، ما الخيار إذن؟ كده الخيارين صعب. لذلك المعركة، جيرمي لما بيقول نذهب للشارع هو يحاول، هو يحاول. دكتور أحمد، في ظل هذه الصراعات الحزبية الداخلية، ما مصير بريكسيت؟ عندك حق، بريطانيا خسرت الكثير بسبب هذا. خسرت اقتصاديا، وناس كثيرين فقدوا وظائفهم. الجنرال استرليني طبعا ينزل، والعملة تتأثر، ولا زال كل هذا ونحن نتحدث عن بريكزيت. لو خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتكون خسائر كبيرة. الآن وقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كبريات الشركات العالمية اللي كانت في قلب لندن وفي الحي المالي في لندن بدأت تخرج لبرلين، لبروكسل، لفرانكفورت، بدأت تخرج. فالآن حتكون أزمة كبيرة. طبعا الفريق الآخر اللي هو اليمين، واليمين المتطرف وحزب المحافظين وبوريس، هؤلاء جميعا يقولوا ليذهبوا، لا نريدهم، نحن لا نريد الأوروبيين، لا يريد هؤلاء الملونين، لا نريدهم، بريطانيا للبريطانيين، الوظيفة لنا English pound for English people، الجنيه البريطاني للبريطانيين وفقط. فأقول اللغتين حادة جدا في الشارع، هذه اللغة وتلك اللغة. ولذلك لابد أن نكون صرحاء. الآن جيرمي يقول عندما أتولى سأعيد الاستفتاء، هو يقول هذا الآن. هل جيرمي كان يقول هذا يوم أن استقال ديفيد كاميرون؟ لا، ما كان يقول. هل كان يقول هذا عندما كانت تريزا ماي في الحكم؟ ما كان يقول. ظل يتأخر جدا في اتخاذ هذا القرار. حتى في التصويت الأول الذي أدى لذلك، هو وكان رئيس حزب العمال ما اتخذ هذا القرار، لأنه عارف أن الشارع يغلي وفي تجاذبات. الآن اتخذوا بعد ضغط من داخل الحزب، وهذه هي المصلحة. لكن حتى نكون صرحاء مع المشاهد الذي يرانا، هل محسومة أنه لو نجح جيرمي كوربين ونزل للشارع، الشارع سيصوت ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟ هذا غير مضمون. ما الأضرار التي قد تلحق في بريطانيا إضافة إلى ما تفضلتم به، في حال نفذ جونسون وعده بالانضمام في شهر تشرين الأول؟ أنا أتوقع أزمة اقتصادية كبيرة جدا ستلحق ببريطانيا وبالاتحاد الأوروبي. وأرجع وأقول وبالاتحاد الأوروبي، نحن عندنا في بريطانيا أعداد كبيرة من أوروبا الشرقية، بل ومن دول أوروبا، من إيطاليا ومن ألمانيا ومن فرنسا، يعملون وعندهم شركات وعندهم مصالح. هؤلاء كلهم سيتضررون. والآن تكلموا حول شركات السيارات، ورأينا الآن توماس كوك وهي تعلن إفلاسها اليوم، وألاف الوظائف الناس تخسرها، وشركات كثيرة. في البداية عندما دعا اليمين المتطرف ودعا المحافظين للخروج من الاتحاد الأوروبي، قالوا وظائفنا لنا، هؤلاء سيخرجون ويتركون لنا الوظائف. هؤلاء خرجوا بأموالهم، بشركاتهم، وشركات حول العالم كبيرة كانت مستقرة في بريطانيا. أنا أتوقع أن طبعا هذه بريطانيا كبيرة، لا أقول أنها ستنهار، لن تنهار، ستبقى بريطانيا. لكن حتى تقف بريطانيا وتتجاوز هذه المرحلة ستكون فترة طويلة. السيد ديفيد كاميرون قبل أن يغادر منصبه وقبل أن تستلم تريزا ماي، كان موقع عقود مع الصين ومع الهند، بحيث عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يكون عنده السوق الصيني الكبير والسوق الهندي الكبير. كان هذا منذ أن خرج، وللآن لازالت الأمور تحتاج إلى ترامب من جهته رحب بهذا الخروج، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كيف تقرأ الموقف الأمريكي من هذا؟ طبعا هم كما يقولوا جاء ترامب بريطانيا بعد ترامب أمريكا. طبعا هو بريطانيا وأمريكا محسوبين أنهم تحالف واحد يعني على مر العصور يعني. فأمريكا تريد تكون هي وبريطانيا تحالف، وأما أوروبا دي بعيدة، بريطانيا تتبع أمريكا، وأمريكا هي الوريث لبريطانيا أو لبريطانيا العظمى التي كانت. فكان لابد أن يكون هذا خطاب ترامب. لكن خطاب ترامب هذا هل سينقذ الاقتصاد البريطاني؟ لن ينقذ الاقتصاد البريطاني. إذن أسئلة صعبة ومستقبل يعني لا يبدو واضحا دكتور في الفترة القريبة. على الإطلاق. نعم. ومخيف جدا، ومخيف جدا. طبعا استقراءات كثيرة، وأنت ساعات تنظر لتحليلات أن الشباب لو أعيد الانتخابات سيقفوا مع البقاء وسيرجع ذلك بسبب، لكن يحتمل أن يكون هناك استفتاء مثلا آخر، أو أتوقع أنه لو يعني وعد بذلك حزب العمال. نعم. وعد بذلك جيرمي، وهم لا يعيدون إلا بعد أكيد دراسة لأصوات الحزب وأصوات الشارع
وهم وجدوا أن الشارع والحزب يفكر في ذلك. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عامر الاستشاري في العلاقات الدولية، كنت حاضرا معنا في استوديو رافدين. حياك الله، أهلا وسهلا.